انا اقول اللي فينالمون ماهوش تعيين، تعيين كما نتصوروه، معناتها ماهيش اداره، رئيس اداره وزير عين واحد وغدو الحي يعطي فيه في التعليمات. فهمتني؟ لم تخضع للتعليمات او الولاءات الهيئه القانونيه. انه اليوم المو لازم في الاخر معناتها واحد باش يمضي على التعيينات هذه طبعا، اللي هي اليوم من مهمه رئيس الجمهوريه، مش معناتها المو لازم وقت مش يقع على الاختيار ولا لا، يلزم هما مش يرشحوا له معناتها ثلاثه من كل صنف، ما هو لازم مش يختار واحد باش يكتمل النصاب نتاع الهيئه. اذا معناتها خلينا ما نمشوش في برشا تاويل ونضخموها حكايه التعيينات، يعني ونقولوا احنا ما دام عين وانتها اصبح معناتها ولي نعمته والاخر باش يدين له معناتها بشيء هذاك. فهمتني؟ انا هذا نعتبره اللي معناتها مبالغ فيه شويه، واللي باش يجي انه على خاطر فما جهه معينه امضات على تعيينه باش يصبح ميدين لها بالولاء، فهذا بالنسبه لي مرتبط بشخصيه الشخص، بتجربته، بتكوينه، بمدى قناعته بالمهمه اللي هو جاي عليها وباخلاقه. وهناك من يعتبر اليوم وانه استقلالية هيئة الانتخابات مرتبطة بالأساس برئيسها، برئيس الهيئة. نعم. ما 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 المجلس، أعضاء المجلس الكل الكل استقلالية متاع الناس الكل، الهيئة مستقلة أم لا في حسب رئيسها، وهذا برشا ناس ومش حتى كلام شوف عامة الشعب، حتى العضو السابق معاكم في هيئة الانتخابات سي زكي الرحموني مشي في نفس التوجه، يقول لك استقلالية الانتخابات ما رئيسها تعرف. مع كل احتراماتي للخيال كله، وهذه كلها وجهة نظر وكل واحد كيف شافه، ومعناتها هما ديجا اذا كان عملوا تجربه وكل شيء شافه راهو كيما قلت لك، اذا كان انت هاو نحكوا على جهه التعيين وقلت لك راهو معناتها اذا كان معناتها الشخص هو طيع وقابل للضغوطات، راهو الضغوطات راهو تنجم تجي مش حتى كان من رئيس الهيئه ولا من من من, من سلطه من برشا معناتها جهات اطراف. فوالا كان السيد معناتها هو قابل للشيء، معناتها طينته ومعناتها مبادئه واخلاقه تسمح له وضميره معناتها يسمح له باش انه غدوه الحي معناتها يخضع احنا يخضع لاي ضغط ولا اي معناتها احنا نقولوا حتى تجاذبات ومحاصصه صحيح، فهذاك يلزم هو معناتها ويتحمل فيه مسؤوليته. فهمتني؟ وانا ننصحه باش ما يجيش فهمتني، وهذا هو معناتها، لان في الاخر هي مهمه معناتها جسيمه، مهمه وطنيه، ويلزم يخزر فيها، يراعي فيها مصلحه البلاد وفيها معناتها، واحنا معناتها مسؤوليه كبيره. تو كيفاش يتم او التركيبه القادمه كيف باش تجي معاكم انتوما التركيبه، كيفاش باش يصير؟ فما باساسيون لي انتوما توا باش تقعدوا تباشروا الى حين طبعا باش يصير عمليه شوف احنا كيما نقولوا انت قبيله قلت نافذ سيء، يعني نافذ نفهموه هو انه انتوما توا ما عادش اعضاء هيئه، القانون القديم وقعد حتى لتوا معناتها واحد في الهيئه العضو يقعد مباشر بصلاحيته حتى يجي من يتسلم عليه معناتها يمرر له العهد، يعني يبقى بصلاحاته القانونيه ينجم يمضي. مثلا توا عندنا انتخابات بلديه من نوقفوها، اي انتخابات الجزئيه وهذا فهمتني، دونك يبقى توا الاعضاء اللي ما وقعش تجديده قعدوا نافذين معناتها نافذين ولا هم معناتها صلاحياتهم كامله القانونيه الكامله، وصار حتى الطعن فيهم من المحكمه الاداريه، والمحكمه الاداريه معناتها قررت انهم صلاحياتهم وان معناتها القرارات اللي امضوا عليها معنا في المجلس معناتها كانت صحيحه وسليمه. فهمتني؟ فنعاود راهو من يعتقد ان الاستقلاليه تمنح وتنزع بنص قانوني جاف راهو غلط. يعني المرسوم الاستقلالية راهي ما يقلقكمش، راهي مربوطة بالشخص في حد ذاته، بذاته، بشخصيته، بتكوينه، بإيمانه هو معناتها بالمهمة نتاعه. هل ستنجح التركيبة القادمة لهيئة الانتخابات أو كما قال البعض وكما قال حتى سي نبيل بافون الانتخابات القادمة ستدار مقصر قرطاج؟ والله سي نبيل بافون هو أدرى الناس وأنها الانتخابات تدار في الهيئة وفي مجلس الهيئة وفي الهيئة، وهذا يعرفوا بالكدا، ودرنا انتخابات من غاديك ولا درناها من لا من قصر القرطاج ولا من باردو ولا من اي جهه اخرى ولا من هو يحكي على اللجيء
حتى جاي انا هاني كنا فاش كنا نحكيو نهارت لي الناس هذوما يشدوا بلايسهم ويشدوا مهامهم فما عليهم الا ان يكونوا عند اللحظه ويكونوا عند المهمه فهمتني وليس عليهم ان يخضعوا لاي كان ولاي شيء معناتها من التجاذبات ومن البحث.